Today, approximately 4,700 Palestinians are detained in Israeli prisons, a few of the countless thousands who have been detained and imprisoned since occupation began. These detainees are routinely subject to torture and cruel, inhumane, or degrading treatment. Many are held in what effectively amounts to indefinite detention without charge, a consequence of Israel's routine abuse of the administrative detention regime. Collective punishments and reprisals are common. Since 2007, in a measure officially acknowledged as a form of collective punishment, Israel has placed an absolute prohibition on family visits to prisoners from Gaza. Prisoners are amongst the most vulnerable members of society. In the Palestinian context, these prisoners are held under the exclusive authority of the occupying power, in a situation conducive to abuse. Cut off from the world, these prisoners' fundamental human rights must be respected and protected. أنا أم الأسير إبراهيم مصطفى بارود عمري فوق السبعينات طول حياتنا وإحنا في الاعتقالات يعني الحمد لله أبنائي اعتقلوا أول إشي اعتقل حياة زكريا الله يرحمه وبعدين اعتقل محمد وإبراهيم وإبراهيم حكموه 27 سنة أنا اسمي نافذ أحمد طالب حرز اعتقلت عام 1985 حكمت مدى الحياة أمضيت 26 عام في السجون وعندي 5 أبناء عندما خرجت من السجن وجدت 26 حفيد أنا الأسيرة المحررة هناء يحيى صبر شلبي من قرية بركين قضاء جنين في الضفة الغربية بالسجن الأولى 25 شهر قضيت حكم إداري وتحررت بصفقة وفاء الأحرار ب 18/10/2011 بعد 4 شهور من الإفراج عن في صفقة وفاء الأحرار تم اعتقالي 16/2/2012 للمرة الثانية اعتقال إداري 6 شهور والآن أنا في قطاع غزة أسوأ شيء يعني في الحياة داخل السجن هو معاملة السجان ومديرية السجون بحيث بتمارس أبشع أنواع التعذيب ضد الأسرى بشكل مبرمج وبشكل مدروس يعني التعذيب النفسي يعني زي حرب أعصاب على الأسير ضغوطات نفسية من قبل السجان انت مثلا اليوم مروح بكره مروح هاي الضغوطات يعني ملف تعسفي من يوم ما اعتقلوا قلعات شليط منعوا الكانتينة عن ابنائنا منعوا الملابس لنوديهن لابنائنا منعوا لنودي يعني هي ابنائنا لهم 5 سنوات ما احنا عارفين عنهم هم جعانين هم عطشانين هم عريانين هم مرضانين يعني ما بنعرف عن ابنائنا بالمره كنا محرومين من أبسط حقوقنا اللي هو الطعام والدواء الطعام كانوا بيقدمونا الطعام هو أردأ ما يكون من طعم ولون ورائحة كانوا يحركون الأكل بمكنسة الحمام اللي بنطفو فيها الحمام من ناحية طبية وصحية يعني الوضع سيء جدا في السجون مثلا أنا انتظرت حوالي 24 عام عشان أعمل عملية بإيدي وروحت من الأسر وأنا بأنتظر الدور ولسه ما جاش يمكن يبعتولي بعد ما من كم سنة هذه الانتهاكات وتلك الجرائم التي ترتكب على مدار الساعة لم تتوقف وتبدأ من لحظة الاعتقال وليس انتهاء بالعزل الانفرادي طبعا العزل هي حياة صعبة كل 2 بيعيشوا داخل غرفة صغيرة جدا لا تستطيع أن تتحرك فيها المأكل والمشرب والحمام وكل شيء يعني حياتك كليتها في قلب الغرفة عبارة عن يعني ما تبقى غير سرير النوم يمكن 60 سنتي هذا فراغ وزائد الحمام لما يعني سمعت انه
انعزل ابني يعني صعقت يعني انجنيت عليه وصرت ابكي وصرت يعني بدي اصير مش في عقلي. جابوا لي اياه وهو مربط من ايديه ومن رجليه لما جابوا لي اياه على الزياره. اسرائيل تلجأ الى اجراءات كثيره مهينه مذله وحاطه في الكرامه الانسانيه ضد المعتقلين الفلسطينيين، ليس فقط عبر التعذيب، ليس فقط عبر الإهمال الطبي، ولكن أحد أهم هذه الإجراءات هو عزل المعتقلين، وهذا العزل يتم في زنازين منفردة وبعيدة عن الجسم الاعتقالي، لا يسمح لهم بالتواصل الإنساني والاجتماعي مع باقي المعتقلين، والاحتلال يقوم بعزل هؤلاء المعتقلين ربما لأسابيع لأشهر ولسنوات. أنا تعرضت لهذا العزل لبضعة أشهر وهناك معاناة غير عادية، ولكن أنا أعرف زملاء وأصدقاء وموكلين من المعتقلين من أمضوا في داخل عزل انفرادي ما يقارب من 8 سنوات. ذلك إجراء غاية في القسوة، غاية في الإذلال، ويريد أن ينال من إرادة المعتقل الفلسطيني وأن يقوم أو يعمل على كسرها وبالكامل. هذه سياسات الهدف منها الانتقام ثم الانتقام ثم الانتقام من المعتقل ومن أسرته. In the last 5 years, 91% of Palestinian prisoners in Israeli jails have been beaten, pushed, or slapped. 95% have not received an adequate amount of food. Other common forms of cruel treatment include violent shaking, sexual harassment, and the intentional infliction of injuries to cause pain and suffering. Since September 2000, more than 20 Palestinian prisoners in Israeli detention have died because of medical negligence. Dozens more have died after their release due to medical negligence during their detention. طبعا خلال هذه الرحلة يعني أنا منعنا من الزيارات اللي هو 5 سنوات، والبعض لقيت دخل بالسنة السادسة تحت حجة إنه في أسير شليط. لكن هلقيتي قلعات شليط روح لبيت أهله، روح عند أمه زي ما روح قلعات شليط، خلونا بس إحنا نزور. منذ أن اعتقل شليط على أيدي المقاومة لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بزيارة ذوي الأسرى والمعتقلين لأبنائهم في السجون الإسرائيلية. المثير للاستغراب أن شريط رغم أنه معتقل واحد تم الإفراج عنه وعاد إلى أهله وذويه، وبالتالي مبرر منع الزيارة قد زال بصورة كلية وكاملة، ولكن لا زال حرمان ما يقارب من 700 معتقل فلسطيني من زيارة السجون والمعتقلات ورؤية أبنائهم قائما حتى الآن. كنا نزور يعني كل شهر يعني في الشهر بنزور مرتين. الزيارة عبارة عن شبك، كنا يعني نمد أصابعنا من خلال فتحات الشبك ونلامس أهالينا ونعانق أطفالنا. بس هلقيتي حطولنا جدار قزاز خميل من الخميل خميل، وعنده سماعة وأنا عندي سماعة. لما طلعت للزيارة ورحت أزور مرقنا عن الجهاز اللي ببين هيكل العظمي للبني آدم اللي بدخل فيه. المهم نادوا اسمي دخلت، اللي هي بتقول لي اشلحي، شلحت الشاش، اشلحي شلحت المنديل اللي تحت الشاش، اشلحي حليت حزامي، اشلحي شلح الثوب. قالت لي اشلحي كمان، انا بلبس بنطلون وبلوزه تحت الثوب. لما قالت لي اشلحي كمان ففي كاميرا، فيش الا الكاميرا في قلب الغرفه، فيش اي شيء ولا شيء الا قفص بلاستيك قعدت عليه بس في قلب الغرفه والكاميرا. فلما قالت لي اشلحي كمان قلت لها نعم. هذا الشيء يعني هو أصعب
من أنه الإنسان يجلد ويضرب ويعذب، لأنه أغلى شيء اللي هو شرف الإنسان. فيعني ينكل بأهلنا بأساليب يعني صعبة جدا. فبعدين يعني منعوني عن الزيارة، يعني منعوني عن زيارته. فحاليا هلقيتي إلي على مدار 15 يوم 15 سنة، في ال 15 سنة ما شفتوش إلا غير مرتين. Israel has denied Gazan detainees family visits since 6 June 2007. This policy was explicitly enacted as a form of effective. There are currently 473 individuals from Gaza detained in Israel. بعد 4 شهور من الإفراج عني في صفقة وفاء الأحرار، تم اعتقالي 16/2/2012 للمرة الثانية، اعتقال الإداري 6 شهور. الإداري هو عبارة عن ملف سري ولا يعرف بها المحامي أو المعتقل، وبالتالي لا يملك أي أداة بأي مستوى للدفاع عن نفسه، وبالتالي نحن أمام حالة غير مفهومة، وكمن يقاتل شبحا. إذا كان الاعتقال الإداري هو إجراء قانوني في حالات الطوارئ في بعض الدول، فلا يمكن أن نتحدث إلا عن سوء توظيف واستخدام للاعتقال الإداري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. In 2011, 220 people were held by the Israeli authorities in administrative detention. This figure has since increased by 50%. سجل منذ العام 1967 وحتى هذه اللحظة قرابة 750 ألف حالة الاعتقال، وأن هذه الاعتقالات شملت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ولا يزال يوجد في سجون الاحتلال حتى هذه اللحظة قرابة 4700 أسير موزعين على أكثر من 17 سجنا ومعتقلا، ومن بين هؤلاء يوجد 185 طفلا وتسع أسرات و27 نائبا، بالإضافة إلى 3 وزراء سابقين و 320 معتقلا رهن الاعتقال الإداري دون تهمة ودون محاكمة. بتمنى أول إشي بتمنى إني أشوفه أحضه، والله يهدي بالي عليه ويهدي بال كل الأمهات على أولادهم وكل الزوجات على جزانه. هاي اللي بتمناه.